جديدة الشيبان بريف دمشق ضبطت قواتنا الباسلة سيارة فان محملة بالأسلحة وهي بنادق آلية وقناصتين ورشاش موضوعة في مخبأ على شكل خزان وقود، والسيارة كانت قادمة من الحسكة باتجاه سوق وادي بردة. وفي حي ركن الدين بدمشق ضبطت الأجهزة المختصة وكرا للأسلحة، شملت قنابل يدوية بعضها إسرائيلي الصنع وبنادق آلية بينها قناصة مصدرها السعودية وقواذف RPG وحشوات دافعة ومخازن بنادق آلية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.